إذا سمحتوا لنا الآن نقدم مشروع استراتيجي. حقيقة نعتقد أنه مشروع استراتيجي يقدم الأستاذ رامز قنيبي مدير تطوير المواقع الإلكترونية في مجموعة طلال أبو غزالة. فليتفضل نأخذ ربع ساعة في المشروع ثم نأخذ كبر بريك ونريحكم إن شاء الله تعالى. يعطيكم العافية. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أعرف عن نفسي، أنا رامز قنيبي مدير تطوير المواقع الإلكترونية في مجموعة طلال أبو-غزالة. طبعا كان سعادة الدكتور طلال قال إنه إحنا في دائرة المواقع الإلكترونية مختصون في تطوير المواقع الإلكترونية وعمل التطبيقات الموجودة أونلاين على الإنترنت، وكنا قد طورنا أكثر من 100 موقع في خلال الخمس سنوات الأخيرة. زي ما تفضل برضه سعادة الدكتور، لدينا أكثر من 10 مليون زائر سنويا لموقعنا. الآن جاءت المبادرة بتوجيهات من معالي الدكتور طبعا وحرصه الدائم على ضرورة التسويق الإلكتروني، لأن شفنا الموقع طبعا كلنا مع بعض. الموقع المنتدى الآن موقع اللي زي ما فيش فيه مش انتراكتيف مع اليوزر كتير. أنا يمكن أحكي شوية تعديلات تقنية بكم تعذروني، ما فيش كتير تواصل مع الجمهور. فبالتالي الموقع المفروض يكون لرجال أعمال بي تو بي بزنس تو بزنس، المفروض يكون فيه انتراكتيف أكثر بحيث رجال الأعمال يقدر يتواصل ويكون هذا الموقع ملتقى لرجال الأعمال حول العالم. طبعا الموقع حيكون قائم على التجارة الإلكترونية. التجارة الإلكترونية كلنا بنعرف الإي كوميرس هي كل خلينا نقول الصفقات التجارية اللي بتصير أونلاين. والموقع بما إنه المنتدى كمان بي تو بي بزنس تو بزنس، رح يقوم على مبدأ البي تو بي بزنس تو بزنس، بمعنى رح نربط الشركات مع بعض ورجال الأعمال مع بعض. طبعا رح يكون الموقع موجود لكل، زي ما تفضل سعادة الدكتور، لكل رجل أعمال. رح يكون في بروفايل اللي هي الصفحة، رح يمكن من خلالها رجل الأعمال إنه يعرض منتجاته، الأعمال اللي يهتم فيها، البزنس، الأماكن المتواجدة حول العالم. وبالتالي ممكن أي حدا يفوت يشوف هالبروفايل ويقدر يتواصل مع رجل الأعمال هذا أو مع الشركة هاي. طبعا التجارة الإلكترونية مبنية على مفهومين. المفهوم الأول البي تو بي البزنس تو بزنس، والبي تو سي. طبعا كلنا بنعرف مواقع إلكترونية كتير مبنية على تجار جملة، خلينا نقول، أو الشركات، تحط الشركات مع بعض. الموقع هذا حيكون مبني على هذا المبدأ، راح نربط الشركات مع بعض في البي تو بي بزنس تو بزنس، وكمان راح يكون متضمن إنه البي تو سي للكونسيومر. فبالتالي الشركة ممكن تبيع بالتجزئة، ممكن تبيع بالجملة، أو يعني شركات علاقات ما بين بعضها. البي تو بي طبعا زي ما قلنا احنا يعني ممكن تكون ما بين البائع والشاري، عبر ممكن تكون الكترونيه موجوده عبر وسيط الكتروني، او ممكن تكون عبر وسيط موجود فعليا على ارض الواقع. احنا في عندنا طبعا رايحين كمان نطور سوفت وير يعني المانجمنت ما بين البائع والشاري، وممكن تكون ثرو كمان وسيط موجود على ارض الواقع. المبدا طبعا البي تو بي يعني فيها اربع اقسام رئيسيه. مبدا البيع سيل، يعني ممكن التاجر يفوت ويعرض بضاعته للبيع. مبدأ الشراء، ممكن تعرض مناقصة لشراء كمية محددة من أي مواد بدك إياها، وبالتالي ممكن حد يدخل يقدم على هاي المناقصة. ومبدأ كمان إكسشينج، ممكن تبادل البضائع ما بين بعض والمقايضة. وكمان في كمان الطرف الرابع مثل سبلاي تشين، بمعنى يكون في مزودين ويعني تروح كثير حول العالم. هذا الدايجرام شوية بيشرح لنا فكرة عن مبدأ البيع والشراء، مبدأ يعني الأطراف اللي بدها تبيع والأطراف اللي بدها تشتري. علاقتنا في هذا السيستم راح تكون ماني تو ماني، بمعنى ممكن عدة شركات مع عدة شركات، وممكن شركة مع شركة أخرى، وممكن برضو عدة شركات تبيع زبون واحد. وبالتالي الماني تو ماني راح تكون أوسع مضمونها، راح يشجع رجال الأعمال على أنهم يتعاملوا مع بعض، راح يكون منتقى لرجال الأعمال كلهم حول العالم، وراح يسهل عملية خلينا نقول إتمام الصفقات التجارية أونلاين. طبعا في مكونات للبي تو بي اونلاين موجوده، يعني طبعا الشركات اللي بدها تبيع بتفوت تعمل بروفايلز، تعمل كاتالوجز لها، تحط البرودكتس. طبعا الشركات اللي بدها تشتري برضه ممكن يفوتوا عبر البروفايل تبعهم ويقدموا على اي مناقصات موجوده. طبعا في وسطاء، احد المكونات الرئيسيه للسيستم هذا راح يكون وسيط تجاري للاعتمادات ما بين شركات. برضه في عندنا بيمنت جيت واي، في سوري قبلها التريدنج بلاتفورم. التريدنج بلاتفورم ممكن تكون تفيدنا في المانجمنت للصفقات ما بين البائع والشاري وما بين رجال الأعمال.
بمعنى ممكن في كمان نظام المزاد موجود، ممكن إذا في حد عارض بضاعة على مزاد ممكن هذا السيستم بيعمل على المانجمنت للمزاد هذا بشكل عام بحيث يأخذ أعلى سعر، بحيث إنه يكون في وقت محدد لإغلاق المزاد وبالتالي رسوب العطاء أو البيع على شخص معين. طبعاً payment services هي بتصير بالعادة through payment gateways، هي بوابات الدفع الإلكتروني. بوابات الدفع الإلكتروني تكون موجودة ما بين البائع والشاري عشان تتأكد من إنه هذا رجل الأعمال عنده credit enough لأنه يشتري هالبرودكت أو لأنه يقدم على هالعرض أو يقدم هالمناقصة. بوابات الدفع الإلكتروني طبعاً موجودة حول العالم وفي منها في الأردن، بتأخذ بالعادة يعني كوميشن قليل، بس بتكون بتنسق على أساس تأخذ من الكريدت ومن مصداقية البائع أو الشاري. طبعا في كمان المزودين اللوجستيين او انه المنسقين اللوجستيين من حيث الباكجينج الشيبمنت الشحن او التخليص الامور الاخرى اللوجستيه ما بين البائع والشاري وما بين رجال الاعمال. طبعا في نظام المناقصات موجود، ممكن اي شركه تطرح رغبتها بانه في مناقص معينه او ممكن في يعني رغبتها بشراء كميه معينه من برودكت معين، بإمكان برضو الرجال الأعمال يفوتوا ويشيكوا بالضبط يشوفوا المناقصات الموجودة ويقدموا عليها. طبعا نظام المزاد اللي قلت عنه الأوكشنز ممكن يكون موجود على أي برودكتس أو أي شركة تطرح مزاد على أي بضاعة موجودة. طبعا هاي العمليات كلياتها يفترض أن تدار إلكترونيا، بمعنى فقط ما على رجل الأعمال إنه يعمل بروفايل وعبر البيمنت جيت واي نتأكد من إنه في كريدت وفي اعتماد مالي خلينا نقول، بيقدر يفوت ويقدم على اي عمليات انترناشونال. طبعا نحن زي ما بنشوف ممكن الرابط انترناشونال ممكن لوكالي برضه يكون في فلسطين نفسها ما بين اعضاء المنتدى ورجال الاعمال داخل المنتدى. طبعا ثرو سيرفيسز اللي قلناها البيع الشراء المناقصات والمزايدات. هاي فكره عامه عن امكانيه او عن جهه البيع كيف بتتم بالضبط مع الكونسيومرز، ممكن تبيع انت مفرق، ممكن تبيع لتاجر جمله او لرجل اعمال ياخذ منك بزنس كرجل اعمال او كتاجر جمله. هاي برضو فكرة عن كيفية الشراء تفوت إلكترونيا، بتقدم على برودكت معين ممكن يكون فيه البرودكت يعني ممكن ما تشب تجزئ، ممكن تحكي إنه هذا البرودكت ما ببيع أقل منه مثلا من كمية محددة، فمش شرط إنه البرودكت تكون بالتجزئة، ممكن تكون جملة ممكن تكون تجزئة بي تو بي أند بي تو سي، يعني هو شامل ماني تو ماني. طبعا فوائد البي تو بي يعني لا تعد ولا تحصى، يعني هي أكثرها إنه أهمها إنه التسويق الإلكتروني الآن الكل يعني يفوت إلكترونياً وبيشتري وبيبيع إلكترونياً، هذا الإشي بيسهل عملية التواصل ما بين رجال الأعمال، بيقلل من التكاليف، بيزيد بالأرباح بكل تأكيد. أحد أهم الخواص إنه بصير المصنع والمصنعين والتجار بصيروا يصنعوا على طلب، فبالتالي فيش حاجة لتدبيس البضائع عندك، بصير في ريكويست ورك فلو بيعملوا مانجمنت السيستم هذا، فبالتالي بيكون رجل عمل يصنع على الطلب، بالتالي بيقلل تكاليف المستودعات والتصنيع او انه البضاعه بالاخر تتكدس وما في حدا شاريها. هاي فكره مبدئيه، هذا ديزاين مبدئي عملناه للموقع يعني خلال اليومين الماضيين اشتغلنا فكره مبدئيه، يعني ديزاين مبدئي ممكن نناقشه مع حضراتكم لاحقا. يعني مكونات الموقع راح يكون ديزاين بالشكل هذا تقريبا، راح يكون يوزبل اكسسبل لكل اليوزرز، راح يكون بسيط جدا يعني مش معقد بحيث انه نسهل استخدامه. الجزء العلوي راح يكون فيه سيرشنج كابابيلتيز، راح تكون السيرشنج ممكن تدور انت على بضائع، ممكن تدور على تندرز، ممكن تدور على معلومات انفورميشن على شركه معينه بدك اياها. الجزء الثاني راح يكون عرض لاخر بضائع تم شرائها وتداولها الكترونيا. الجزء الثالث راح يكون كاتيجوريز، بمعنى انت ممكن تدور على البضائع حسب الكاتيجوري اذا كانت صناعيه تجاريه عقارات سياحه صناعه واتيفر. وراح يكون في اقسام ايضا للاعلانات، وراح يكون في اقسام للتصنيفات الاخرى. راح يكون الموقع بشكل عام يكحمل الوان العلم الفلسطيني، راح يكون في لوجن بحيث انه الرجل الاعمال يفوت يعمل لوجن على السيستم يوزر نيم وباسورد لخروج الاعمال. هاي فكرة مبدئية طبعا ستناقش لاحقا، وممكن يعني احنا مفتوحين لمناقشة التصميم. طبعا حاجتنا في البي تو بي او في السوق الفلسطيني التبادلي حاجتنا كبيرة طبعا لمكونات عدة، من اهمها يعني احنا كانت مبادرة صالة الدكتور طلال انه احنا راح نعمل كل شيء تقنيا، كل السوفت وير كل شيء تقنيا احنا حنقوم بتطويره، لكن هو بحاجه برضه لتنسيق عالي، ممكن بدنا ناس على ارض الواقع مثل وسطاء تجاريين
بدنا شركات شحن لازم ننسق بيناتهم طبعا هذا ممكن عن طريق المنتدى انتم يعني خبراء في هذا المجال بدنا payment gateways بدنا اللي هي بوابات الدفع الالكتروني هاي برضو بتكون وسيط ما بين البائع والشاري حتى تتاكد من مصداقيه او من كفاءه الشاري او البائع في عده مكونات بدنا اياها خلينا نقول كل شيء مختص بالسوفت وير وبالهاردوير احنا رايحين نقدمه طبعا من بمبادره من معالي من سعاده الدكتور بس احنا بدنا الامور اللوجستيه والتنسيقيه على ارض الواقع هاي بدها مساعده كبيره منكم حتى يتم بالنهايه ويكون هذا الموقع ملتقى ما بين رجال الاعمال ممكن الاجتماعات هاي حتى تصير الكترونيا ممكن التواصل الكترونيا يصير عن طريق الموقع ممكن حتى اقامه معارض يعني معرض الكتروني الان صار كثير دارج بتقيم معارض الكترونيه بفوتوا بناء عليها بالبروفايلز بقدموا منتجات وفوتوا رجال الاعمال بكل سهوله بتواصلوا مع رجال الاعمال مع الشركات وبصير التبادل الكترونيا فهي من اللي كانت الفكره وهي المبادره واذا في اي اسئله انا حاضر السلام عليكم وعليكم السلام هو مش سؤال اقتراح انا لاحظت في اغلب الحكي اللي بنحكى منتجات تجاري هول سيل بروكيورمنتس انا برايي شفت كثير من الاسامي سيرفيسز جست بيور سيرفيسز نعم ممكن في استشارات في تدريب لاحظت يعني بكل تاكيد انا نسيت احكيها نعم راح يكون في جزء للسيرفيسز وبالتالي السيرفيسز برضه بصير عن طريق العطاءات بروكيورمنت يعني ممكن انت تقدم عطاء لسيرفيس معين راح يكون في اقسام معينه يعني كل شركه واختصاصاتها راح يكون في كاتيجوريز موجوده داخليا صناعيا تجاريا والسيرفيسز طبعا احد اهم القطاعات راح نركز عليها بكل تاكيد أستاذ رامز شكرا لك شكرا للجميع على استماعهم